سرطان الثدي. أثبت الكثير من الدراسات الطبية ارتباط الإصابة بسرطان الثدي ونمط الحياة غير الصحي. البداية مع مجموعة حقائق تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. بداية، يصل خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمس إلى الضعف إذا عانت المرأة من السمنة في ذلك الوقت. تزيد دهون الجسم من خطر الإصابة بالسرطان بسبب فرط الأنسولين وزيادة الاستراديول والالتهاب المعمم. يمكن أن يمنع النشاط البدني بحد ذاته حالة واحدة من أصل 8 حالات من سرطان الثدي وفقاً لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض CDC. هناك علاقة عكسية بين استهلاك الخضار وخطر الإصابة بسرطان الثدي، وانخفاض الاستهلاك يعني خطراً أكبر. ما الذي يمكن القيام به لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي؟ الامتناع عن التدخين، حيث تشير الدلائل لوجود علاقة بين التدخين وخطر الإصابة بسرطان الثدي، خصوصاً لدى السيدات الذين بلغوا سن 40. الحفاظ على الوزن الصحي، يرفع الوزن الزائد أو البدانة خطر الإصابة بسرطان الثدي، خاصة إذا حدثت السمنة في مرحلة متأخرة من العمر وبعد انقطاع الطمث. ممارسة الأنشطة البدنية، قد يساعد النشاط البدني في المحافظة على وزن صحي، وهو ما يساعد في منع الإصابة بسرطان الثدي، فينصح أن يقوم معظم البالغين الأصحاء بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً على الأقل من التمرينات الهوائية المعتدلة، أو 75 دقيقة أسبوعياً من التمرينات الهوائية الشديدة، إضافة إلى ممارسة تمارين القوة مرتين في الأسبوع على الأقل. الرضاعة الطبيعية، قد يكون للرضاعة الطبيعية دور في الوقاية من سرطان الثدي، وكلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية زاد التأثير الوقائي من المرض. أخيراً، تجنب التعرض للإشعاع والتلوث البيئي. تستخدم أساليب التصوير الطبي كالتصوير المقطعي المحسوب وجرعات عالية من الإشعاع، حيث تؤكد بعض الأبحاث أن هناك ارتباطاً بين الإصابة بسرطان الثدي والتعرض التراكمي للإشعاع على مدار الحياة.